هيبنوتيزور يعني اول منوم محترف في المغرب الا بغينا نقولوا حتى في العالم العربي، لان في العالم العربي كله مازال هذا الفن هذا ما معروفش بزاف، مازال بزاف الناس ما كيعرفوش، مازال ما شافوش. اي فوالا اليوم شويه بشويه بدينا كنفهموا الناس بعدا في المغرب كومون سا مارش، شنو هو الهيبنوز، كيفاش كنديروه في لو سبيكتاكل، كيفاش كنديروه في لو شو، والحمد لله سا مارش تري تري بيان دابا. السميه ديالي بزاف كيسولوني ملي جات ياسمرايز، انا بزاف كانوا كيسحب ليهم واش سميتي شخصيه. لا انا سميتي ياسر و فوالا جوستمون ياس خديتها من سميتي ياسر، اي مرايز خديتها من ان فيرب لونغلي تو ميس مرايز، هي مانيتيزي باللونغلي ياس و مرايز عطات ياسمرايز فوالا. البداية ديالي انا اول مره اللي غادي نكتشف شي حاجه اللي سميتها ليبنوز التنويم المغناطيسي كانت 2006، سيتي اون اسباني، انا كنا زعما كنت اونتر فامي، كنا في واحد الريستورون وكانت لانيماسيون اللي كانت داك النهار كان واحد ليبنوتيزور، وكان عندي واحد لافونتاج وانا كنت مازال صغير وقلت واو هادشي هذا بوتيتر عنده شي قدره ولا شي حاجه بحال هكا، مازال عقل العائله معايا كاين اللي كيقولوا هادشي ما ربما تمثيل ما ربما سحر وشعوذه، ولكن انا قلت لك لافونتاج انني كنت صغير قلت لا لا كاين شي حاجه، بقيت كنقلب حتى جات الفرصه في 2010 انه تلاقيت مع واحد السيد ان ميتر ولا ماتيير في فرنسا هو اللي درس عنده واحد فورماسيون، يعني كنت كنمشي لعندو ونولي ونرجع، عطاني لي تكنيك دو باز، من بعد عطاني لي تكنيك افونسي، اي من بعد خلاني لواحد المده ديال 3 سنين ما بين 2010 و 2013 جي ديفلوبي مي بروبر تكنيك، التقنيات اللي هما ديالي اللي غادي يعاونوني نخدم مع ناس يعني من المغرب وناس من العالم العربي بلو كاركتير ديالهم باش يكونوا ادابتي ليهم. فوالا في 2013 كانت اول مره انا نطلع سوغ سين، اي ابري في 2016 كانت اول مره اللي الناس يبداو يكتشفوا يتعرفوا على ياسمين رايز، يعني كانوا لي برومي باساج ديالي تيليفيزي، لي باساج ديالي مع لي بريس الكترونيك ايتترا، وفي 2017 كان التحاق ديالي مع فرقه ايموراجي، كنت مع طاليس برود ولكن ايموراجي هو برودوي ديال طاليس برود، فقلنا بما ان ليبنوز مازال واحد الماده ارتستيكمون بارلون ما عارفيناش المغاربه، فلذلك كنديروها في واحد لو شو اللي تبارك الله ناجح ايموراجي وباش الناس يكتشفوه. مي فوالا من بعد كان واحد مجيتي انا لا استراتيجي ما عجبتنيش بزاف فبغيت نغيرها، فدابا في 2019 ياسمين رايز عاوتاني انطلاقه واحده اخرى بطريقه واحده اخرى استراتيجي واحده اخرى، بدينا بلو شو اللي هو فينومينال اللي هو اول شو نقدر نقول لك ديال ليبنوز في العالم العربي. صعوبات في الاول، في الاول سي نورمال انا كنت موجد ليها في الاول، يعني كانوا الناس كيخافوا، كان الناس كاين اللي ما كيصدقش، كاين اللي كيقول زعما كيفاش هادشي، سورتو ليبنوز كتبع حاجه اللي غريبه في الثقافه ديالنا كتبع عندها علاقه مع السحر والشعوذه خصوصا السماوي، فيعني وي كان شويه ديال الصعوبات في الاول، مي ابري بشويه بشويه الطريقه اللي خدمت بها يعني درناها مع فنانه، درناها مع صحفيين، درناها مع ناس من المغاربه من الشارع المغربي، فالناس بداو كيتيقوا قال يعني شو شحال ديال الناس دارها معاهم، بقاو مزيانين بقاو بخير ما طرات لهم حتى شي حاجه اللي هي خايبه، وما يمكنش هادو كلهم يكونوا كيمثلوا معاه، ففوالا بشويه بشويه المغاربه بداو كيفهموا، بداو كيقلبوا في انترنت، عندهم انترنت في بلاصه ما يقلبوا على شي حوايج اللي اليوم كنشوفهم في الطوندونس، يقدروا يدخلوا يشوفوا لو سبيكتاكل ديال ليبنوز كاين زعما عالميا دابا شي حاجه اللي هي معروفه سي سون طوندونس بحال اللي قلت لك. هو علم،
هو علم، ولكن الطريقه كيفاش كنخدموا انا كيفاش كنخدموا حنا لي زيبنوتيزور دو سبيكتاكل هو علم بطريقه فنيه، كنقدموا بطريقه فنيه، سي ان شو، سي ان ديفيرتيسمون. الناس كيجيو لو سبيكتاكل كيعيشوا التجربه ديال التنويم المغناطيسي، ولكن في واحد القالب يعني الا بغينا نقولوا ديال الضحك ديال لو ميستير ديال بزاف ديال ايموشن اللي عندنا في لو سبيكتاكل. بور موا هكذا خصو يكون ان سبيكتاكل. ان سبيكتاكل خصنا نشوفوا فيه بزاف ديال الاحاسيس. اليوم في المغرب ولينا كنعتمدوا اكثر على دي سبيكتاكل ديال الغناء، دي سبيكتاكل ديال لا كوميدي، الوغ كو لا كاين بزاف ديال سبيكتاكل وحدين اخرين، كاين بزاف ديال الاحاسيس وحدين اخرين في الانسان من غير الضحك ومن غير النشاط والحيحه. وي وي اليوم صافي، اليوم يعني غير اللي كيبغي زعما حيت دابا اليوم وليت واحد القضيه فيما كيسولني شي واحد كيقول لي اجي دابا بيني وبينك واش داكشي تمثيل ولا بصح، كنقول له داكشي تمثيل، كيقول لي عافاك انا كندوي معك دابا بصح، كنقول له شفتي ملي قلتي هكذا يعني انت اصلا ما مصيقش انه تمثيل، لان انا جاوبتك تمثيل وما بغيتيش تثق. فيعني الناس فهموا وشافوني درتها مع بزاف ديال الناس، فصافي يعني ديك القضيه ديال التمثيل ولا هذه صافي سي دي باسي دابا فتناها. الوغ في البرنامج كيك انسيكيوليتي بدا من هذا المنبر كنوجه تحيه كبيره للاخ هشام سرار. في كيك انسيكيوليتي قبل ما نبداو ليميسيون كنا كنديروا واحد لا سيليكسيون، كنا كنخدموا مع الناس البوبليك مع لي زارتيست باش كنشوفوا شكون لي بلو ريسيبتيف، شكون من الناس اللي قابلين انهم يدخلوا في واحد الحاله التنويم المغناطيسي بسرعه. يعني احنا ما عندناش وقت بزاف في ليميسيون فوالا، فكانت كتكون واحد لا سيليكسيون قبل ما نبداو زعما ليميسيون، اي ابري مي كتبدا ليميسيون الناس اللي عاشوا معايا التجربه ديال التنويم المغناطيسي كينوضوا لعندي باش يشوفوهم المغاربه عبر التلفازه ديالهم. الوغ شوف، هو انا قلت بزاف المرات ان تفهم داكشي اللي قلت غلط شويه، يعني انت عارف لي تيت خديمه كيكون شاهد قبل الحادث في الخلاف ما عرف شنو، لا انا وطاليس ما كانش عندنا خلاف، كان اختلاف فقط يعني في وجهه النظر في الطريقه ديال الخدمه. انا كانت عندي افكار في شكل، هو ما ربما كانت عنده افكار في الطريقه في شكل، وما نساوش انه يعني انسان عنده مشاكل وعنده هموم يعني الله يكون في العون، فلذلك ما بغيتش نبقى متثقل عليه لان داكشي ديالي كيتطلب واحد النوع ديال الخدمه اللي هي مختلفه. فلذلك انا بغيت نشق طريقي بالطريقه ديالي، سواء تكون صحيحه سواء تكون غلطه، المهم هو ان الانسان كيدير داكشي اللي هو باغيه ويتحمل المسؤوليه ديال داكشي اللي هو باغيه. اما طاليس راه بيناتنا كل احترام عادي جدا. الرأي ديالي شوف، الرأي ديالي كأي واحد دابا دول الغريبة، يعني ملي كتلقى الناس كتقول له الطوندونس كيقول لك هادشي اللي كنشوفه في الطوندونس اليوم لا حول، واش كل اللي كيتفرج داكشي واش جنون؟ هو نيت اللي كيقول داكشي، هو نيت اللي كيتفرج، حتى انا كنتفرجت، انا ملي كنشوف شي حاجة في الطوندونس انا كنتفرج لها. وهذا هو هذا هو المشكل، يعني هادشي ولا مطلوب اليوم. الناس ولاو كيقلبوا على المشاكل او لا كيقلبوا على داكشي اللي عنده علاقه بالتبرقي، قالوا داكشي اللي عنده علاقه بفضيحه شاهد قبل الحادث، يعني هذا اللي تيدخل بحال هكا. البشر داير بحال هكذا، يعني البشر كيعجبو يشوف شي حاجه، هادشي كاين في الدم ديال الانسان عامه، ماشي كنقولش المغربي، البشر عامه حتى في امريكا دخلوا سين طوندونس ديالهم راه ما عندهم بحال هادشي. ولكن انا اللي كنقول هو انه اون باراليل مع هادشي خصو تكون حاجات زوينه، ما يبقاش زعما غير طوندونس غير مثلا شي حاجه اللي فيها تخسر الهضره او فيها شي حاجه اللي هي ما مزياناش، اللي ما كايناش حنا في الديانه ديالنا، ما كايناش في الكولتور ديالنا، ما خصناش نساو ان حنا دوله اسلاميه كوميم. فلذلك يعني مزيان يكون شي شويه من هذا الشيء باش الانسان يرضي ديك الرغبه ديالو في التبرقيق، ولكن يكون حاجه واحده اخرى موازيه لها اللي مزيانه اللي غتفيد الناس اللي غتفيد الشباب، سورتو الشباب اليوم. انا كنأكد لهاد النقطه لان انا شاب منهم وكنشوف وكن هذا ويه خوفان شي شويه خوفان شي شويه. شوف مكذبش عليك، انا زعما شخصيا ما عزيزش عليا بزاف، انا انسان اللي عندي شويه الا بغينا نقولوا لافوبي من البلايص اللي فيهم بزحام بزاف وفيهم موسيقى بزاف، سي ان شوا بيرسونيل. مي الا تعرضت عليا شي حاجه وكان عندي يعني وقت راه بكل فرح، مي ابار هادشي زعما انا ما كيعجبنيش بزاف داك النوع ديال التجمعات.
مال ياسر الزواج قصيك داك الشيء انستغرام. لا شوف كضحكوا معايا لي فان، يعني الناس اللي متابعيني كيقولوا لي ديما تزوجوا، هذا عادي جدا انت كتعرف زعما ملي كيكون واحد الانسان اللي الناس كيتبعوه وكيعجبهم وفنيا وكيبغيوه وكيشوفوه قدوه، لان الحمد لله كيصيفطوا لي بزاف ديال لي ميساج كيقولوا لي زعما الطريقه كيفاش انك جبتي واحد الحاجه اللي هي جديده وبعيده بزاف على الثقافه ديالنا وانستاليتيها ودرتي بلاصتك ودرتي سميتك، فحنا كناخذوك كقدوه يعني بطريقتك نقدروا نديروا بزاف الحوايج وحدين اخرين. هادشي كيفرحني. اما من ناحيه ديال الزواج زعما عادي كيضحكوا كنقشب معاهم حتى انا، اللي قالت لي كنتزوج بك كنقول لها مرحبا على الراس والعين، ما كاينش مشاكل، كيضحكوا كيقشبوا هادشي اللي كاين وصافي. اما الزواج زعما الحقيقه راه مازال ما كاين والو، مازال الوقت بكري على داك الشيء، راه داك الشيء ماشي سهل. هذيك خطوه اللي الانسان خصو يعرف يديرها، خطوه لابد منها. انا كنشوف حياه الانسان يعني اللي ما كيتزوجش راه فريمون فحال لا ما دار والو في حياته، مي خطوه اللي هي خصها تكون ذكيه ومدروسه مزيان باش ما يكونوش بحال هادشي اللي كنشوفوا اليوم بزاف، الطلاق بزاف والمفاهمه بزاف ما كايناش، لان الانسان كيتسرع، الانسان ياخذ وقته يتعرف واحد ود الناس، يتعرف واحد بنت الناس، تكون بيناتهم واحد الوفاق، عاد ديك الساعه يكون خير ان شاء الله. الشروط لا شوف والله ما عندي شي شروط زعما معينه، الشروط هو ان الانسان تكون ديك المفاهمه، هذا زعما هذا هو السر، السر ديال شي علاقه اللي ناجحه هو ديك المفاهمه اللي كانت ما بين جوج الناس. فكنت متاكد ان حتى شي حاجه ما غادي تغلبهم، واخا يعني يكونوا المشاكل حاجه اللي عاديه في العلاقه ما بين واحد الكوبل، ولكن ملي كتكون مفاهمه وكيكون داك الحب اللي هو حقيقي وخالص فكرومو يعني ما غاديش يكونوا مشاكل. اما الانسان اللي كيبقى هذوك بزاف ديال المواصفات وما هذوك دابا اللي كيطلقوا، هما هذوك اللي عندهم ديك بزاف ديال المواصفات. مشاريع مستقبليه الوغ شوف كاين بعدا ياسر في حياته الشخصيه اونتربرونور، عندي ماستر اون توريزم، عندي مشاريع ديالي في مدينه طنجه. دابا هادي يعني دابا 7 شهور تقريبا انا عايش في كازا، جيت على حساب لا كارير ارتستيك ديالي. فوالا كاين بزاف ديال المشاريع، كاين دو سبيكتاكل بعدا فينومينال اللي درنا لافون بروميير ديالو هنا في كازا، وكان واحد النجاح فريمون كبير وكبير بزاف، عمرت لاصال تياتر ريالتو اللي كيهز 950 ديال الناس، عمرت كلها وبقاو الناس على برا، فريمون بزاف ديال الناس جاو، بزاف ديال الفنانه جات، بزاف ديال الصحافه، فهادشي هذا فرحني بزاف. ان شاء الله قريب غادي تكون لا طوني، احنا كنشوفوا ان شاء الله فكره ديال ايميسيون ديال البرنامج ديال التنويه المغناطيسي، كاين بزاف الافكار اللي كيداروا على برا، بغينا نشوفوا هادشي في المغرب، بزاف ديال الناس كيطلبوني عليه اللي كيشوفوا داكشي اللي كاين في لا فرانس. فوالا احنا كنشوفوا واحد الفكره، وكاين بزاف ديال الناس يعني مخرجين ومنتجين اللي كيقولوا لي علاش لا ما تفكرش في التمثيل، البروفيل ديالك زوين محتاجينه في هذا، ولكن انا بغيت زعما تكون شي خطوه اللي زعما ما مدروساش مزيان. انا دابا كندير ليبنوز، كندير بزاف د الحوايج اخرين، التمثيل وي جيم بيان عندي في البال، مي حتى نلقى راسي في واحد لوغو اللي غادي ارتاح فيه باش تكون بدايه موفقه، ما تكون زعما بدايه اللي تعرف من بعد يقولوا لك سبع صنايع رزق ضايع، احنا المغرب والله يدير معاه مزيان ولا تلقى كيتسناك مع الدوره. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. روح شوف شوف الشارع، انا كنكون فرحان بزاف الحمد لله، الناس كيوقفوا كلشي كيدوي معايا بواحد النوع الاحترام، هادشي اللي كيعجبني بزاف زعما الصراحه، لان داكشي اللي كيدير كيشوفوه يعني كيشوفوه بواحد العين الاحترام، كيشوفوا كديروا حاجه اللي بروفيسيونيل نقيه زوينه الحمد لله ربي، السميه ديالي بقات نقيه. اليوم انت عارف صعيب دير هكذا ولا هكذا، انا قلت لك ما سفلتش، مي الحمد لله زعما الناس كيتلاقاوني. كاين اللي كتحس به خوفا سي نورمال، كيخاف عندك تمشي يوقف معاك وتصدق مغيبه ودير له شي حاجه. مي اباغ هادشي زعما الناس الحمد لله بالكبير بالصغير كلشي كيوقف كيقول لي تبارك الله عليك كتشرفنا. انا ملي كنسمع هاد الكلمه ديال كتشرفنا كنفرح بزاف. علاش؟ لان ما كنديرش شي حاجه، انا ماشي كنصنع الصواريخ ولا كندير حاجه عاديه، هذا فن كنرفوه به على الناس، هو سي فري انه فن بطريقه علميه فيه بزاف الحويجات اللي هما زوينين ابار لو شو، لان خصك تعرف ان التنويه المغناطيسي كنقدروا نعالجوا به بزاف الامراض، كنقدروا نوصلوا به الانسان بزاف الحويجات اللي هما زوينين. ملي كتسمع في هذه الكلمه ديال كتشرف بينا راه كيفرحني، هادشي كيفرحني بزاف والله. بزاف الناس كيتلاقاوني بعدا فكرتيني في واحد القضيه، قلت الناس ملي كيتلاقاوك شنو كيقولوا لك؟ بزاف ديال الرجال كيتلاقاوني كيقولوا شوف عندي واحد المراه لكاتني بالنقير، اما كرهت تعطيني شويه البركه ديالك غير تبقى تسكت شي شويه. هما ما كيعرفوش ان هذيك النقير هي الحلاوه اللي في المراه، هذاك النقير راه حاجه اللي هي نورمال، خصو الانسان يعرف يتعامل معاها، يتصنت يخليها تخوي داكشي اللي عندها،
لان هادشي في الطبع ديالها. شي واحد اللي كيكون كينقر بزاف يعني شي واحد اللي هو نقي من الداخل يعني كيخرج داكشي اللي عنده، اللي سخاف منه اللي ما كينقرش وما كيقولش، هذاك هو اللي صعيب كيخلي الداخل هذيك النار اللي يعطيك الدقه غادي تكون واحد الدقه صحيحه ما تعرفها من جاتك. اه ماشي مشى ما جالسين حدايا، شوف شحال الجن حدايا، واحد جوج ثلاثه اربعه اربعه الجنون كضحك ياك اش من جن. كنت كنتعامل مع جن ما كنتش جالس معاك انا صاحبي، راني في شي جزيره مبخر مع راسي ومدخان اش من جن. لا لا داك الشيء هذاك لا ما كاينش. انا داكشي ديال الرقيه ما كذبش عليك انا ما كنفهمش فيه مزيان. الا كان الرقيه عن طريق القران يعني القران الكريم غادي تكون شي حاجه ليا مزيانه لان كلام الله، وانا كنظن ان انسان يقدر يرقي راسو. شنو كيدخل؟ كيدخل العيالات ويسلخهم، كاين حتى حاجه وحده اخرى ما بغيتيش تقول هاك. داكشي اللي سمعنا مؤخرا زعما حشومه، ما خصوش هادشي هذا يتاسوسيا مع الدين. كاين الناس اللي كيستغلوا زعما الدين وكيستغلوا واحد النضج اللي مازال في المغاربه، لان يعني المغاربه مازال كيتيقوا بزاف بهادشي ديال ان هاد الرقات عندهم شي طاقه ولا شي قدره. ما كاين لا طاقه لا قدره، الانسان يقدر يرقي راسو براسو بالقران، يقرا على راسو القران ويرقي راسو. ولكن كاين رقات اللي هما مزيانين يعني ماشي ما ناخذوش ديما واحد الحاله ونعمموها، كاين رقات اللي هما مزيانين واللي ما مزيانينش هما كيجيبوها في راسهم ما تخافش. شوف هو في الزنقه بزاف كيوقفوا عليا، زعما اللي كيتلاقاني كيقول لي ما كرهتش نجرب، ولكن ما يمكنش لان كل حاجه عندها الشروط ديالها وعندها يعني الاجواء ديالها والطقوس ديالها. مي زعما من الطرائف وفي لو سبيكتاكل باغ اكزومبل ديما اللي كيطلعوا عندي سوغ سين كتلقاهم خيفانين وكنرتحهم، ولكن كاين من الطرائف ان شحال من واحد كي 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 كاين فريمون كيتخوف في ديك الحالات حتى كيرتاح حتى ما كيسخاش يهبط من لاسين فريمون حتى كنبقى معاه عاد كيهبط. كاين زعما شي بنات حيت ذكرتي البنات كيطلعوا عندي شي خصين ما كيكونوش ريسيبتيف ولكن كيطلعوا غير باش يطلعوا. يعني كاين بزاف ديال الطرائف اللي كيوقعوا. وي اكزاكتومون هذه هي الحاله، حيت اون بار دو ديسوسياسيون اون بار دو واحد الحاله اللي كيدخل فيها الانسان فريمون كيدير بحال واحد لا ميزاجور فريمون بحال اللي كيدير واحد الفورماطاج. لان حنا عامرين اليوم سورتو اليوم كاين بزاف ديال ستريس في الحياه، كاين بزاف ديال المشاكل كاين، ففريمون الانسان ملي كيدخل مع هذيك الحاله ساعتين ديال الشو راه فريمون بحال اللي كيسافر في الاعماق ديالو، كيدخل كيرتاح كيدير انا قلت لك بحال واحد الفورماطاج وكيخرج فريمون هو مرتاح. كاين بزاف الناس اللي كيدوزوا مشاكل خايبه وكيجوا عندي في التالي ديال لو سبيكتاكل كيقولوا لي كنشكرك بزاف بزاف فريمون كنت كنحس خايب ودابا فريمون بحال دخل شي حمام شي حمام بلدي، ولكن هو ديال النفس الداخل وغسل مزيان وخرج مع راسو مكسل. هو معروف زعما هاد القضيه كيقولوها، كيقول لك مثلا ديك الانسان اللي كيكون كيعاون الناس كيكون ديما هو اللي محتاج المعاونه، ديك الانسان اللي كيكون كيضحك بزاف كتلقاه هو اللي يعني حزين في حياته. انا لا، انا الحمد لله زعما انسان اللي بسيط في حياتي ما كنخليش المشاكل تاثر فيا، المشاكل واحد حاجه اللي ضروري منها. وكاين لو تو هيبنوز، كاين لي هيبنوز كنديرو انا راسي باش كنخرج راسي فواحد لي تا سكون كنرتاح كنحيد ستريس كنتكالما. وشوف طلاقه تسرح اللي بغى ربي اللي غادي تكون، ما عندك علاش تفقص ما عندك علاش تخاف ما عندك والو، اللي بغى ربي اللي غادي تكون. الو فوالا، كنشكركم بزاف بزاف على هذه الاستضافه. وكلمه الناس اللي متبعين اش واقع، بغيت نقول لكم كنبغيكم بزاف اي اتونسيون افيك لو 1 لو 2 اي لو 3 اي فوالا. ها ما ينعسوا كامل يكتبوا لكم في الكومونتير دابا تشوف.